صح مرحيم، احنا يمكن اتناقشنا في كل الحاجات دي قبل كده، بس النهارده بنحاول ايه نجمع ونشوف ايه العلاقه بينهم. البيم اكسكيوشن بلان، الماستر انفورميشن ديليفري بلان، كل الحاجات دي هتلاقي اسفل الفيديو دوت شرح ليهم كلهم. تمام. طيب انا عشان اعمل بيم اكسكيوشن بلان، انا عندي اتنين بيم اكسكيوشن بلان، في واحده قبل وواحده بعد، قبل العقد وبعد العقد. قبل العقد بيبقى فيه حاجات تفاصيل بسيطه، بقول له مثلا انا هعمل المشروع ده في 7 سنين، او المشروع هياخد 7 سنين لو انا مثلا مدينه كبيره، وهيتعمل بالطريقه الفلانيه، واول مرحله هتخلص كذا، وتاني مرحله هتخلص كذا. هو ممكن يقول لا هي سنه واحده، فنبدا نتكلم، نبدا نشوف الموضوع ده ينفع ولا ما ينفعش. تمام. فدي بتتعمل حاجة مبدئية لحد ما نمضي العقد. بعد ما نمضي العقد بنبدأ بقى نحط تفاصيل أكتر، نكتب أسامي الفريق اللي هيشتغل بالظبط، مين المسؤول عن إيه، مين اللي هيراجع اللوح، هيراجع إمتى، التواريخ بالظبط، يعني تبقى حاجة دقيقة، اللي هو البيم اكسكيوشن بلان. طيب أنا عندي الكونستراكشن بروجرام، الفريق بتاع الإدارة بيبدأ يحط الفكرة بتاعته، هنمشي إزاي، و طبعا بالتواصل مع فريق البيم. بعد كده بيدينا الفكره بتاعته، فبنعمل ماستر انفورميشن ديليفري بلان. ده عشان يتعمل لازم يكون في بيم اكسكيوشن بلان اولي بيدخل هنا، ويبدا ايه نستفاد منه هنا. وبعد كده لازم ابقى عارف لو في سبلاير، ببدا اخد منهم التواريخ. يعني ممكن انا اكون مثلا محتاج شبابيك مثلا من ايطاليا، او في ازاز مثلا من فرنسا، او في حاجات موردين هيجيبوا لي الحاجات. لازم طبعا انا بقى اجيب موردين، اعرف تواريخ الحاجات اللي هيوردوها لي امتى. وبعد كده بعمل حاجة اسمها Supply Chain Capability Summary SCCS، اللي هي ملخص كل واحد هيجيب لي الحاجة بتاعتي امتى. تمام. دي لازم هتدخل معايا في ال Responsibility Matrix، اللي هي كل واحد مسؤول عن ايه، وهيسلمها لي امتى، وهيبقى ايه دوره. دي كلها برضو بتدخل في ال MIDB. تمام. برضو Supply Chain Capability Summary بتدخل معايا في البروجكت انفورميشن بلان، بنبدا نشوف السوليوشن والمشاكل وايه اللي قبل ايه، وايه اللي ينفع نقدمه، ايه اللي ناخره، ونحطها في البروجكت امبلمنتيشن بلان. وبنقعد بقى ناخد البروجكت امبلمنتيشن بلان والماستر انفورميشن ديليفري بلان، نبدا نعمل بيه البيم اكستيوشن بلان. تمام. دي فكره الربط بين الوثائق دي، من الكود البريطاني 1192.